تخطخ شم وهوى زي عشق غوى الله مش عم فينا نوف مش مختغم وغش الكوان يا سلام يا سلام في الحصب نوام يا صفان نرمي المجد نرقب والزي مسخر سوها كبير يا سلام يا سلام الحب الوام يا صفان نرمي المجد نرقب والزي مسخر سوها كبير الفنان سعيد مريوري التحق بنا سعيد مريوري حتى لميدي احمد منسي اللي هو ايضا ضيف معنا
اللي هو شقيق في الفن ديال التريفيت للسيده تميم. مونت نبداو بالكبار ياك سي سعيد. السي منسي احمد مرحبا بك الميكروفون. ميمونت نعم سيدي من اقدام الناس اللي كانوا كيحيوا التراث المغربي ديال شلحات مازيغ. مازيغيه ديال البلاد في الستينات الى الحد الان. انت سبقتيها اظن. انا كنت معها انا كنت كنسجل معها نعم سيدي وانا كنت مطرب ديالها وكنعمل يعني العود معها في كل وقت وساعة. نعم خذنا مره السيده ميمونت ولات التقنيه في الصوت. انا تبارك الله عليك. هذه يعني ذكائها وحسها المرهف تبارك الله عليها. ومن اجل ذلك حنا قلنا نعم سيدي لان هي واحد المراه ما فضلتهاش قدام هاد الناس كل شيء. نعم. لكن مراه وشو كيميزها شو كيميزها السي احمد المنسي المنسي احمد المنسي شو كيميزها على باقي المغنيات في المرحله اللي كنتي ما قبل الستينات وفي بدايه الستينيات؟ ونعم ما بقى حد من دوك الناس اللي كنعرف انا كانوا كيحيوا هاد السهرات الا هاد المراه هادي. شنو علاقه الفنان ديال المغرب بمنطقه الريف بالجماهير الغفيره المحبه للفن اللي متواجده في هولندا وفي بلجيكا والاراضي المنحدره عموما ثم المانيا وبعض الدول الاسكندنافيه؟ دابا بان لي اغنيه الريفيه في الخارج ولا في المغرب ولا في اي مكان العربيه ديالي شويه مهم راكم معايا عطات واحد النتيجه كبيره بزاف كبيره كبيره بالنسبه للخارج وبالنسبه هنا في المغرب في الريف. نعم. واي بلاصه يعني نتصوروا دابا تميم منت مشات لبلجيكا أو مشيت لهولندا أو مشيت كيفاش يكون الإقبال ديال الجيل الشباب من الجيل ديالك أصغر؟ يعني أيوة. الإقبال ديالو ما غاديش نصورو كيفاش يكون الإقبال ديالو بهذاك الفرحة اللي غادي يفرحوا ميموت نسروان يعني واحد الفرح كبير. أنا براسي راني فرحان بزاف مني حضرت ميموت نسروان قدامي والمنسي أحمد يعني كان واحد حاجة بالريف مضرة ما عرفناش فين راها. نعم. دابا احنا لقيناها وقدامنا ميمون تنسروان هي المفتاح ديال الريف. نعم سيدي اغنية الريفية. سيدي شكرا بارك الله. قال لك مضرة يعني كنتي تالفة واش بصح كنتي مضرة ولا انت كنتي معتكفة ما بغيتيش تغني؟ لا انا اللي ما بغيتش نغني غادي نقول لك واحد الكلمة بالنسبة لي مسموح. سي قال لك اون ريتيرو ديال تيمبو انا لا فيكتوريا واحد الحرب اللي ما تقدرش تكملو ما كتعلنش على النصر ما كتكونش منتصر ما كتكونش خاسر رابح كتكون منتصر ياك هكا كدرت انا مع الفن بعد في الوقت المناسب صحيت باش نبقى عزيز على الجمهور. ودابا عيطوا عليك الناس ديال بلجيكا ولا ديال شي مدن اخرى في المهجر شنو تقول لهم؟ لا لا ما فيكتوريا لا لا غادي نمشي عندهم ولكن ما نغنيش الا بغوني نمشي بلا غنى كما درت انا نمشي الغنى لا شكرا شكرا ماشي ما كنحبش الغنى شتي تحبي غير غنوج ولكن الصوت والو من توا غاري وغاري يقيم قصدي فينو داكشي اللي كان عندي قبل ما هوش صافي جات الساعة ما نقدرش نضحك على الجمهور ولا هي جات هكاك. انا جات شنو قال لك السي منسي واش متفق مع هذه الكلمة؟ متفق نعم سيدي جميع اللي قالت ما بغيتيش بغيت تغني ما بغيتيش صافي بركة عليها دابا بغيت واحد الحجة بغيت غير واحد الحجة اللي بغيت ان شاء الله يعطيك الصحة داكشي اللي كاين وشكرا للجمهور وشكرا لقناة الدوزيام. نعم شكرا سيدي عاتيق بالشكر. الله يبارك فيك. لا سمحتي السيدة تميم منت غنمشيو للأطلس المتوسط ومشيو للخميسات منطقة الزمور. نعم سيدي. باش هذا الفرح ديال تميم منت يكون فرح مغربي. والله مغربي. فيه رقادة فيه زمور. فيه زمور فيه فتح الله مغارب فيه تريفيت. تبارك الله. ويكون منوع فيه حتى النمط الشبابي. وهذاك هي الأولى عاوتاني. إذا غادي نشوفوا عبد الجبار الزموري غيغني واحد الأغنية من واحد الأطلس المتوسط وغنرجعوا شاهدوا معنا عبد الجبار. واخا سيدي.